السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكل متابعي قناه اجيال اندلس. النهارده طبعا معانا شويه اخبار كده اللي بتوع الازهر بقى حبايبي. قطاع المعاهد الازهريه بيطلع النهارده ويتم اصدار 5 تعليمات لطلاب اللجان قبل الامتحان. تعال نشوف مع بعض كده في خلال يعني حاجات بسيطه دقائق هنعرف قطاع الازهر عمل ايه النهارده قبل بدء الامتحان يا جماعه، اللي ان شاء الله يوم السبت 27 ان شاء الله كلنا ننجح. طلبه قطاع الازهر الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازيه خوفا على اولادنا والتواجد في المعهد قبل الامتحان بوقت كافي حتى يكون في اجراءات بقى احترازيه والدرجات الحراره الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، وما يبقاش معاك موبايل ولا كتب، خلي بالك، او كتب مدرسيه داخل اللجنه. ده بالنسبه لمين؟ للازهر. احضر كل الطالب ادواته الشخصيه، وما فيش حد يقدر يتم تبادل اي حاجه مع صاحبه. هتكتب بالقلم الازرق بس، اي قلم تاني ممنوع. عدم حضور اولياء الامور داخل المعهد او عدم التجمع. والازهر اعلن جميع الجداول لمراحل التعليم كلها قبل الجامعي والقواعد وضوابط الاجراءات كلها داخل وخارج اللجنه. اهم حاجه خلي بالكم ان رياض الاطفال والصفوف الاولى حتى ثالثه ابتدائي ما لهمش امتحانات، وهيبقى في تقييم بس ليهم بس. اما من رابعه وخمسه وسته ابتدائي في جميع المعاهد يتم امتحانهم من يوم السبت ان شاء الله 27/2 حتى 3/2/3، ويؤدي طلاب الفرقتين الرابع والخامس الابتدائي امتحان القرآن الكريم والتربية الإسلامية يوم السبت 27 فبراير، وباقي المواد يوم 1 مارس يوم الاثنين. طلاب الشهادة الابتدائية قرآن كريم وتربية إسلامية يوم الأحد 28، وباقي المواد الدراسية إن شاء الله تبقى يوم الثلاث 2 مارس. أما بقى إخواتنا بقى المراحل الإعدادية والبعوث الإسلامية هيكون امتحاناتهم الفصل الدراسي الأول لأولى وثانية إعدادي بالمعاهد العادية والنموذجية حتى كمان الخاصة والبعوث الإسلامية يومين بس لكل صف دراسي. وكل طالب سواء بقى الصف الاول الاعدادي امتحان المواد الازهريه قران مواد عربيه وشرعيه يوم الثلاثاء 2 مارس، وباقي المواد ان شاء الله يوم الخميس 4 مارس. في حين هيمتحن طلاب ثانيه اعدادي يوم الاربعاء 3 مارس، وباقي المواد يوم السبت 6 مارس، وطلاب الشهاده الاعداديه هيمتحنوا على مدار 3 ايام قران كريم ومواد شرعيه هيبقى الخميس 4 مارس، المواد المشتركه ان شاء الله مع وزاره التربيه والتعليم يوم 7 مارس، اللغه العربيه 9 مارس. اما حبايبنا المرحله الثانويه والبعوث هيكون امتحان النقل ليهم ان شاء الله بالقسم سواء علمي او ادبي بالمعاهد العاديه والنموذجيه والبعوث الاسلاميه لاولى وثانيه ثانوي والعلوم الاسلاميه للصف الثاني يوم السبت 27/2/2021 والثلاث حتى يوم الثلاث 9/3، ويؤدوا الطلاب كلهم في 5 ايام سواء بقى السبت او الاثنين او الاربع لاولى ثانوي والحد والثلاث والخميس للصف الثاني الثانوي. ان شاء الله اكون معاكم اول باول من خلال برنامجنا اليومي يحدث في التعليم. انتظرني كل يوم من الساعه 10 هيكون معاكم دايما اسامه رزق في خلال برنامج يومي يحدث في التعليم. هنقول مع بعض كل حاجه ونفتح المكالمات الهاتفيه لكل ارائكم ان شاء الله. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال اندلس. اشترك في القناه وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد ان شاء الله. في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.